معلش اتفضلي يا استاذ. هو كل يوم يغير في السيناريو؟ معلش يا استاذ سيري. الله يخليك سيبني في حالي. انا عايزه افهم، مش انا كنت طلياني وهو كان مصري، فجاه بقى الماني وانا مصريه؟ ده تقدير بسيط يا اسمي. بسيط؟ يلا يا جماعه انا جاهز للتصوير. حلقه 15 30 3 اول مره. مساء الخير يا شميت. قلت النخت يا الهام. الحمد لله على السلامة يا سيادة العميد. أهلا يا الهام. خالتي بتسلم عليك. إيه الحلاوة دي؟ خالته إيه يا جماعة اللي بتسلم عليا؟ حلوة خالتي دي؟ جديدة. اللي يمثل مصر في روسيا يقدر يمثل في أي حاجة. هم دول نجوم رمضان السنة دي، اللي جاي أقوى.